افتتاح مشروع كركوك الموحد للمرحلة الثانية وبطاقة 12 ألف مكعب في الساعة. هذا المشروع الذي كان محالا للبلديات وتوقف ثم تم استئناف العمل به من قبل شركة الفاو وبأحدث التصاميم ليرفد محافظة كركوك بالماء لسد حاجة المواطن. هو مشروع ضخ إضافي لما موجود في الشبكة. احنا سنضيف تقريبا 50% من الطاقة المجهزة للمدينة إضافية، وهذا المشروع من 2010 أحيل، كانت في مشاكل مادية، كانت في مشاكل مالية فنية تم حلها. مجلس الوزراء أيضا مشكور صادق في فترة سابقة على تمويل المشروع. الطاقة الكلية للمشروعين الجديد والقديم تساوي ما يقارب 28 ألف مكعب بالساعة، وإن إجمالي احتياج المحافظة للماء يعادل 35 ألف مكعب بالساعة، أي أن نسبة وصول الماء تقدر بعشرين ساعة في اليوم. طاقة هذا المشروع تساوي بقليل طاقة المشروع السابق، ما معناه أن الماء اللي واصل لكركوك الآن راح يصل ضعفه إذا أيضا إلى كركوك. نحن على استعداد تام بتشغيل المشروع بكافة طاقته 12 ألف اعتمادا على الماء اللي الروتر اللي مغذي للمشروع اللي هو يجي عن طريق قناة الري اللي جاية من الزاب. التوسع في البناء واستحداث أحياء سكنية جديدة في كركوك أدى إلى زيادة الحاجة الماسة للماء، فأوعزت إدارة المحافظة إلى شركة الفاو مع وزارة البلديات لإنجازه بوقت قياسي. سعدون السلطان، قناة التغيير، كركوك.